لكن عندما تسمع وتقرأ بتشوف في تناغم، في تسلسل. الكتاب المقدس من أول آية حتى آخر آية كل الغرض هو الفداء، كل الهدف، كل الموضوع هو يسوع. فأنت شو دورك في هاي اللحظات؟ هل تقبل يسوع المسيح وتنال الحياة الأبدية؟ أم ترفضه لأنك بتدافع عن عقائد وبتدافع عن وطنيتك وبتدافع عن أفكار تعلمتها وتورثها وبتورط حالك في أبدية في النار؟ الفرصة مفتوحة، تعال إلى يسوع.